أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، صوما مقبولا وذنبا مغفورا نرجوه لكم في حلقتنا السادسة من برنامج حيث الإنسان لهذه الليلة. سنعيش معا تجربة إنسانية جديدة من قصص هذا البرنامج الذي سعى لتكون الإنسانية هي القيمة العليا والمثلى، ليس عبر ما قدم من أعمال ونفع للآخرين، فهي قد لا تكون كبيرة لكنها أيضا عبر تسليط الضوء على هذه القضايا والحالات الإنسانية. إذن بالإمكان أن نصنع للأمل مكان. مشاهدينا، تتسع دائرة المشاركين في برنامجنا على امتداد الخارطة اليمنية من متابعي شاشة بلقيس، ونحن نعتز بهذا الرصيد ونحرص على التواصل بهم عبر برنامج حيث الإنسان بقصصه وجوائزه. يوم أمس مشاهدينا تم اختيار الأرقام الفائزة في مسابقة الحلقة الرابعة والتي كان عنوانها معشرة رحلة البحث عن الماء، والتي نقلت طبيعة الحياة القاسية التي تعيشها النساء في ريف محافظة مأرب. وكان الفائزون معنا في مسابقة وسؤال الحلقة الرابعة هم الفائز الأول سمية فواز مصطفى إسماعيل من عدن، والفائز الثاني محمد سعد شوقي الأشول من المحويت، والفائز الثالث صدام عبد الرقيب علي أحمد من محافظة إب. صحيح أن فريق برنامج حيث الإنسان لم يتمكن من الوصول إلى كل المحافظات في مشاريعه لأسباب تعلمونها جيداً، لكنه ربما والأكيد أننا سنصل بجوائز مسابقة حيث الإنسان بعون الله إلى كل محافظات اليمن. مشاهدينا الكرام، هذه الليلة سنعلن عن الأرقام الفائزة بجوائز السؤال الحلقة الخامسة والتي كانت بعنوان 20 فرصة للحياة في سوق طور الباحة، والتي جالت بنا هذه القصة في سوق طور الباحة وحملت معها جزءا من واقع هذه المنطقة وحياة ناسها. كان سؤال الحلقة الخامسة يقول: كم عدد المستفيدين من برنامج حيث الإنسان في سوق طور الباحة؟ وكانت الاختيارات الثلاثة هي 25 مستفيد، 20 مستفيد، 15 مستفيد. وبالتأكيد وطبعا كانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني 20 مستفيد، وبالتركيز وقليل من التركيز كانت واضحة ومعروفة من خلال عنوان القصة 20 فرصة للحياة في سوق طور الباحة. إذن مشاهدينا الكرام، ثلاث جوائز بانتظار الفائزين معنا هذه الليلة أيضا، ومقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. أذكر مشاهدينا الكرام بأن المشاركة معنا في هذا البرنامج لا تتطلب سوى أكثر من إرسال رسالة مجانية من خلال الواتساب فقط برقم الإجابة الصحيحة، إما 1 أو 2 أو 3، ووقت المشاركة المتاح لكم يستمر يوميا من انتهاء الحلقة وحتى 5 من مساء اليوم التالي. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب إلى قصة جديدة تحملنا معها إلى حيث الإنسان. مشاهدينا، قصة هذه الحلقة ستنقلنا إلى محافظة مأرب، إلى حالة إنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة وما تواجهه من صعوبات وعوائق وطبيعة حياتها بعيدا عن اهتمام الدولة ورعايتها لهذه الحالة الخاصة. هنا تسكن أسرة مكونة من 9 أفراد، ثلثها أطفال معاقون. نحن نازحين من الحديدة وعندي أسرة معاقين 3 نفر وزوجتي، وجينا أول ما حصلنا السكنات وكنا ساكنين في الشوارع، من الشوارع جينا تحت الشجر، من الشجر حصلنا واحد فاعل خير متطوع سكننا عنده. يوم من الأيام حصلنا واحد متطوع يعني أعطانا صندقة سكننا فيها، والآن وين الصندقة اللي سكنت فيها؟ ماشي يعني كراتين، وهذه ما هي صندقة كراتين يعني اللي أنت حال فيها الآن. اللي حال فيها أنا. حوش مهمل في صحراء مأرب، لكنه كان مأوى يحيى وأسرته لعدة أشهر.
هنا ينامون وهنا يأكلون، وهنا تختصر كل حكايتهم وحياتهم. كنا نعاني أول شيء من الشمس والحر، ثاني شيء من الأكل، ثالث شيء من المرض. الأطفال مرضى لا يوجد لهم غذاء ولا دفاع ولا علاج، يعني تحت ذكرت تحت الشجر وكراتي، يعني سكحنا هذا عنده ساكنين عنده، يعني اللهم إنه حوش. كان إحنا محطين كراتين وبطانيات وهذه وساكنين من الشمس والضوء. مأوى في مهب الريح، مفتوح على كل الاحتمالات القاسية التي بقيت تؤرق رب أسرة نازحة وبلا حيلة. كنا أول فكنت يعني في قش من كرتون، خايف على عيالك من أي شيء يجي لهم، ثاني شيء من حرمية، من كلاب، من شيء، من ثعبان، من أي حاجة يجي تأثر عليهم أو يجي شيء شيء. ثالث شيء من المرض اللي فيهم ما تقدر تستطيعش إنك تخرج وتخليهم في الشيء اللي في الكراتين هذه. ثالث شيء نتكلم الآن يعني حتى لو بأس إن أول ولكن ماشي، الشيء مفتوح ماشي له. معاناة بعضها فوق بعض خطت أثرها على وجه الأب المثقل بالهموم وبالأسى، وعلى جسد هزيل لأم لا يكاد يفارق أطفالها العاجزين. شعور مضاعف بالعجز والمرارة يكاد يفيض عن هذا المكان ليملأ العالم. هربت أسرة يحيى من جحيم الحرب في الحديدة قبل نحو 6 أشهر، تركت سكنها وكل ما تملك خلفها حاملة معها إعاقتها ورغبتها بالنجاة. رحلة طويلة من أقصى الغرب إلى أقرب نقطة في شرق البلاد، لكن المأساة لا تعرف الاتجاهات ولا تلتزم بحدود الجغرافيا. نبغى ما يظل ومعالجة الأطفال هذا الشيء. تجسدت أمامنا واحدة من أكثر الحالات حاجة للتدخل العاجل، ولكننا أمام مشكلتين وليست مشكلة واحدة. انت
انطلق الفريق في العمل لتجهيز بيت يضم يحيى وأسرته ويجعل من مأساتها مأساة واحدة بدلاً من اثنتين. في مأرب وعلى هامش المدينة التي كبرت مع الحرب، وجدت الكثير من الأسر النازحة نفسها هنا في الضواحي التي كانت يوماً مجرد صحراء، تنمو بيوت من الصفيح والخيام يقيمها أصحابها على عجل كمأوى مؤقت إلى أن تضع الحرب أوزارها، أو هكذا يعتقدون. وفقاً لهذا الطراز يتم تجهيز منزل أسرة يحيى. خيمة من الصفيح وملحقاتها قد تكفي، وأثاث بسيط وأدوات تساعدهم على بدء حياة جديدة. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل للليل ضمير، قد تبقي فينا الإنسان. حلم ظل مستعصيا لأشهر في طريقه الآن ليصبح حقيقة في عين يحيى، وقريبا سيكون لهم منزل. انتقالة ليست بالكبيرة، لكنها بالنسبة ليحيى وأسرته نقلة تستحق الاحتفاء. يودع يحيى وزوجته وأطفاله كابوساً بدا لهم يوماً وكأنه قدرهم النهائي، في مكان لا يسمعهم منه أحد ولا يشعر العالم بوجودهم المعذب فيه، إلى عالم جديد يحفظ كرامتهم ويوفر لهم مساحة أوسع. الحمد لله حصلت على الأشياء هذه، وكنت أنا أول ماشي معي، ولكن الحمد لله موجودة. يعني حاجة تستر البيت، مستور داخل بيتك، تفكر تخرج محل ما خرجت، وأنت يعني واثق من بيتك، ما خايف على أي شيء. ولكن أول كنا قد يبدو وقع هذه الكلمات بلا أثر خارج هذا المكان، لكنه بالنسبة لأسرة يحيى مشحون بكل المعاني في هذه اللحظة. والله حين شمس وحين غوبة وحين كذا ريح تراب، وجاهد كل الجهد أغطى لهم بطانية وكراتين، وجاهد يعني بالمستحيل الحمد لله. بالقرب من أسرة يحيى تعيش أخرى وتعاني من نفس ظروفه، قسوة الحياة ومعاناة الإعاقة. حظيت هي الأخرى بتدخل فريق برنامج حيث الإنسان، فوفر لها مأوى ومؤونة. الأيام والله في يختلف عن هذا الأيام، لأن هذه الأيام أنتم وقفتوا جنبي وساعدتوني، وأحس بالفرحة وأحس بوجودهم جنبي. لا أحد يدري كم أسر تشبه أسرة يحيى، لا إحصائيات هنا ولا دولة ولا رعاية، لترسم الحياة تفاصيلها على ملامحه وتختزل الحكاية، حكاية الإنسان. مسحة الحزن لم تختفي تماماً من وجه يحيى، رغم ذلك فإن إحساس الأمان هو الغالب الآن. بالإمكان أن نصنع للأمان.
نوقف قتل الألوان أن نجعل ما يحدث كان حيث الإنسان. إذن مشاهدين، بعد أن تابعنا هذه القصة اليوم بعنوان منسيون في الصحراء، ربما جميعا يدور لدينا وفي أذهاننا ذات التساؤل، كيف يمكن لهذا الرجل الطيب يحيى أن يقرر الاستمرار في الخلفة بالرغم من هذه المعضلة التي ربما أنه عرفها مسبقا بعد أول طفل أنجبه؟ الحقيقة لا جواب محدد لدينا غير أن الجميع ضحية. زواج الأقارب هو السبب الأبرز للإعاقات في اليمن. ثمت أمور كثيرة تساعد في انتشار هذه الظاهرة، أبرزها الرعاية الصحية قبل الزواج. زواج الأقارب في اليمن يبدأ بفرحة وينتهي بإعاقة، هكذا أوردت إحدى الصحف العربية تقرير مستغربة من العدد الهائل للتشوهات الخلقية في المجتمع اليمني. إذن بعد أن تابعنا هذه القصة نصل الآن إلى الفقرة الخاصة بالمسابقة وسؤال الحلقة السادسة، سيظهر معنا الآن على الشاشة. السؤال يقول: من أين نزح يحيى وأسرته؟ والاختيارات الثلاثة هي حجة، الاختيار الأول، الاختيار الثاني الجوف، الاختيار الثالث الحديدة. أذكر مشاهدينا الكرام بسؤال حلقة الليلة، والسؤال يقول: من أين نزح يحيى وأسرته؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول حجة، الاختيار الثاني الجوف، الاختيار الثالث الحديدة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا قصة الليلة وأيضا تعرفتم على السؤال، وبالتأكيد أن إجابة هذا السؤال موجودة في تفاصيل قصة الليلة والتي كانت بعنوان منسيونة في الصحراء. للمشاركة والإجابة على هذا السؤال والفوز معنا بإحدى الجوائز المالية الثلاث وقيمة كل جائزة 100,000 ريال، ما عليكم فقط غير إرسال رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، والمشاركة كما ضمناها لكم في برنامج حيث الإنسان مجانية وبدون أي تكلفة. فقط أرسلوا رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3، وأتمنى عليكم مشاهدينا الكرام الاكتفاء بإرسال رسالة واحدة فقط حتى تتاح الفرصة لباقي المشتركين، لأنه يحصل ضغط على سيستم المسابقة ويحرم البعض ربما. فقط من يدخل معنا في السحب وبشكل صحيح هم من يرسلوا فقط رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3. الآن وصلنا معكم إلى لحظة اختيار الفائزين الثلاثة معنا بالذين جابوا إجابة صحيحة على سؤال حلقة الأمس، وسنختارهم معكم بشكل عشوائي الآن كما تتابعون يوميا معنا في برنامج حيث الإنسان. الآن نختار الفائز الأول معنا، وبالتأكيد كانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار رقم 2. كل من أرسل إذن مشاهدين الكرام رقم 2 وكانت هي الإجابة الصحيحة أنه عدد المستفيدين في سوق طور الباحة من برنامج حيث الإنسان هم 20 مستفيد دخلوا معنا في السحب اليوم بشكل صحيح على الجوائز. ونختار الآن الفائز الأول. بسم الله. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم، والظاهر معكم على الشاشة 100,000 ريال، والفائز هو صاحب الرقم 00967739007012. إذن مبروك لصاحب الرقم أول 100,000 ريال عن سؤال حلقة أمس. الآن سنقوم باختيار أيضا الفائز الثاني. مبروك إذن لصاحب الرقم 00967736406692، مبروك له أيضا 100,000 ريال يمني، وهو الفائز الثاني معنا عن سؤال الحلقة الخامسة حلقة الأمس. مبروك. الآن سنختار أيضا الفائز الثالث، وبشكل عشوائي أيضا من عموم كل من شارك معنا وأجاب إجابة صحيحة برقم 2. بسم الله. مبروك للفائز الثالث وصاحب الرقم 00967776017.
8-7-8-6-2 أيضا مبروك له 100,000 ريال يمني. إذن مبروك للفائزين الثلاثة معنا والذين أجابوا بشكل صحيح على سؤال حلقة الأمس. السؤال حلقة التي كانت بعنوان 20 فرصة للحياة في سوق طور الباحة، وكانت الإجابة واضحة للاختيار الثاني من عنوان الحلقة. إذن سؤال الحلقة اليوم أذكركم بهذا السؤال، لكن قبل أن أذكركم بالسؤال مشاهدين الكرام أود فقط الإشارة إلى أنه يتم يوميا التواصل مع الفائزين الثلاثة أصحاب الأرقام الثلاثة بعد الحلقة، والتواصل معهم بشكل مباشر للتعرف على تفاصيلهم، أسمائهم ومن أي محافظة، حتى نتمكن من إرسال الجوائز المالية لهم مباشرة وبشكل سريع. الآن أذكر مشاهدينا الكرام بسؤال حلقة اليوم الحلقة السادسة. قبل أن أذكر بسؤال الحلقة السادسة سنذهب مشاهدينا الكرام معكم على الشاشة كما تتابعون معنا. هؤلاء هم أرقام الفائزين الثلاثة معنا، والأرقام ظاهرة معكم على الشاشة، والذين اخترناهم قبل لحظات بشكل عشوائي. إذن مشاهدينا الكرام أذكركم الآن بسؤال الحلقة السادسة وللمرة الأخيرة، والسؤال يقول: من أي محافظة نزح يحيى وأسرته؟ السؤال معكم على الشاشة، والسؤال يقول: من أين نزح يحيى وأسرته؟ والاختيارات الثلاثة هي حجة أو الجوف أو الحديدة. مشاهدينا إذا نتمنى لكم حظ سعيد والفوز بجوائزنا المالية الثلاث لكل حلقة من حلقات برنامج حيث الإنسان. نلقاكم غدا وحلقة جديدة وقصة جديدة حيث الإنسان. في أمان الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.